السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا حبيت أعمل عصير جديد من اختراعاتي. كيوي متقشرة وما فيه ودي كيوي كتير وتفاحة. أنا هنعملها بعدين ولازم نقطعها في سوس زي ما انتوا عايزين تقطعها في سوس. لا راح تكون سهل احسن زي ما انا عملت في سوس. وهجيب دوات سكر ودلوقتي احط السكر ما كتروش. نسيت احط فص. وهحط شوية دول بالظبط. وبعد ما احطهم وحطيت شوية المية دول ازاي دلوقتي يا جماعه؟ حاليا هنضربه في الخلاط. وفي اخر مرة الطريقة باظت ووقع مننا. بس انا حطيت كل حاجة. ده الشوب. تتصبر فيه. وهو يا جماعة. والنهاردة يا جماعة انا انصحكم تشربوه. ما تنسوش اللايك والاشتراك وفولو.